برحب بحضراتكم في احتفالية توقيع إنشاء مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط كله اللي بتعني باللاندسكيبينج ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة طلعت مصطفى. خريج دبلوم الصنايع كان بيطلع ما بلاقيش شغل لأنه ما بيعرف شيء بيشتغل. يعني لو جبت واحد بيتخرج من مدرسة الصنايع وقلت له امسك المفك واشتغل ما فيش غير مؤهل. فالحقيقة جت من هنا فكرة المدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة مع أصحاب الأعمال، وده واحد من الحاجات اللي بتخلي الخريج طالع يمتلك الجدارات، يمتلك ثقة نمو مهن معين لدرجة ان انت حضرتك بتتكلم على ان احنا رخصنا، يعني هنا يمتلك مقومات اللايسنس ان هو يبقى فاعل في هذا الموضوع. السيدات والسادة، اليوم تستكمل مجموعة طلعت مصطفى الدور المجتمعي للتعليم الفني والارتقاء بالمواد البشرية من خلال توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ومتخصصة في مجال تنسيق المواقع والحدائق اللاندسكيب. يعتبر أحد المجالات الرئيسية التي تشهد نمو ملحوظا في السوق العقاري المصري وسوق العمالة، وهو المقرر افتتاح وتشغيل المدرسة الجديدة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 لتقدم مناهج تعليمية معتمدة دوليا لتتواكب مع مسيرتها في العالم. المدرسة في محمد مطلي الشعراوي كانت من أول ثلاث مدارس إنشاءها، فطبعا مجموعة طلعت مصطفى من المجموعات الرائدة، وبتمنى أن المدارس دي نزيد عددها جدا. زي ما أشار معالي الوزير من شوية، إحنا القيادة السياسية بتطلبنا أن إحنا نضرب المدارس دي في 10، فإحنا مش هنعرف نعمل ده لوحدنا. البركة في ناس زي حضرتك كده مؤمنين بأن البلد دي فيها رأس مال بشري يجب استثماره. مصر بلد شابة وفيها أكثر من 60% من الشباب بتوعها أقل من 24 سنة في مرحلة التعليم. لو ما علمناهمش ويستثمرناهم إحنا اللي هنعمل مشاكل.